تفتكر فاروق اللي قتل الحاج محمود؟ اكيد لا طبعا، الحاج محمود كان بيعامل فاروق بيه زي ابنه بالظبط. وايه المشكله زي ابنه؟ انا اللي اسم ابنه ومتهمني ان انا قتلته. هقدر اساعدك بيه يا دكتور. فاروق انا عارف ان التوكيلات دي مكتوبه. على حد معلوماتي انا لا. يعني على حد معلوماتك مش انت المحامي بتاعه معاك كل اسراره؟ انا كنت المحامي بتاع العيله دكتور، ما كنتش صاحبه، يعني اي حاجه غير القواضي والورق ما تخصنيش. ودلوقتي مش انت محامي فاروق؟ ما هو فاروق بقى كبير العيله. طب انت عارف يا متر انا لحد النهارده ما اعرفش التوكيلات دي فيها ايه ولا شفتها بعينيا. مدام ليلى اطلعت على كل الاوراق وتاكدت من صحتها. معاك نسخه منها؟ اظن معايا نسخه على الموبايل. ورالي سبحان الله، دي مكتوبه بتاريخ قبل ما الحاج يموت بيهم. ما هو الحاج كان بيستني كل الورق يخلص بشكل رسمي ويبلغكم. ومعقول كل الحسابات دي ما فيهاش غير الفلوس دي؟ ليه؟ فلوسه بتروح فين؟ ما هو الحاج كان بيحب يجمد فلوسه في اراضي وعقارات. طب والدولارات؟ دولارات؟ دولارات ايه؟